بسم الله الرحمن الرحيم. العموم مقابلة كانت شيقة للطرفين، ولكن احنا ما عرفناش نجيروا المقابلة تاعنا تاع هذه اللي فيها لا بريسيون. اللاعبين تاعنا اليوم كانت عليهم ضغط كبير، حسيت باللي اللاعبين تاعنا ما اداوش مقابلة في المستوى، ولكن العموم حاجه اللي كيما يقول لك يفرح بها والانسان لو فيرك اللي كان توتال سواء من عندنا ولا من عندهم، ما كاش حاجه انسيدون، هذا هو اللي الانسان اللي يخرج به. ولكن هذه هي كره القدم، درنا احنا تعادل هنا، ان شاء الله نروحوا نخلفوه الديبلاسمون الجاي ان شاء الله وترجع الامور كما الاخر. احنا مازلنا راه الفارق بيناتنا ربع نقاط، نحافظوا على هذا المكسب اللي راه عندنا، وان شاء الله كما يقول لك حتى لا فاز الي نقعدوا هكذا، ومن بعد لا فاز الي كلمه اخيره ان شاء الله اللي في الميركاتو غادي نجيبوا بعض اللاعبين لي بوست اللي خاصنا كلي. ان شاء الله الصعود مازال له طويل، صعود مازال طويل، ورانا لاعبين 10 مقابلات، ولكن مازال الروتور ان شاء الله هو تما يفصل شكون اللي يصعد ان شاء الله. يعني كانت مباراة كبيرة، يعني شفنا عروض كروية، شفنا لعب، شفنا أهداف مباشرة، شفنا يعني كلش، كل ما طلبه مباراة شفناها له. نحمد ربي ونشكر على النتيجة تاع اليوم، ونشكر اللاعبين اللي كانوا حقا كانوا اليوم في المستوى. أدينا مباراة كبيرة أمام الخصم متصدر البطولة اللي ما انهزمش كاع، دخلنا مليح في المقابلة، كنا سباقين للتهديف. عاود عدلوا لنا النتيجة في الشوط الثاني، حاولنا درنا تغييرات، حاولنا باش نزيدوا نسجلوا الهدف الثاني. الحمد لله راضين كطاقم فني وإدارة، راضين على نقطة من ملعب الخصم. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله نواصلوا في نفس المشوار، والشكر موصول لكل سكان في روحها على المستقبل.